هلا المرأة بالمخيم بتعاني من مشكلتين، كونها امرأة لاجئة فلسطينية، هذا لوحده هو يمارس عليها العنف لأن هي محرومة من حقوقها كلها. وشغلة تانية، كونها امرأة عم تتعرض للعنف زي ما بتتعرض أي امرأة بلبنان أو بالعالم. الرجال عم بيجوا لعندي عم بيقولوا انه انا ما كانت هيك، هلا صرت شخص كثير عنيف، شخص ما عم بقدر اتحمل الضغوطات، عم بحس حالي انه ما عم بقدر امن ولا ادنى الحاجيات لاولادي ولا مرتي، فبالتالي انه عم بحس حالي انه انا ما لي بقى دور، فبالتالي عم بضرب اهلي، عم بضرب اولادي وعم بضرب مرتي كمان. أهم شغلة عننا إنه نسكر إيجار البيت ونسكر احتياجات أولادنا. يعني إحنا آخر شيء من يخلي إنه نفسنا. الأم دائما بتحب تبدي أولادها عن نفسها. إذا ما قدرت أنا أحمل مسؤولية نفسي ما حدا دايمة. بالأخير في موت. انا بدي اكون زلمه ومره، ولو كنت عايشه مع خالي انا بدي اكون زلمه ومره لاقدر احمي نفسي واحمي الشيء اللي ترك لي اياه جوزي، لانه انا بعتبر ابني غير انه ابني وانا بحبه وهو قطعه مني، انا بعتبره امانه عندي. رب العالمين ترك لي امانه وانا بدي اقدر اطلع هالامانه صح. بنتي الصغيره عمرها 6 سنين، ثيابها طالتهم قد ما في رطوبه بالبيت اللي قاعده فيه، طالت ثيابها معفنين عليهم عفن، صارت تبكي ثيابي عفن وثيابي خربوا. قلت لها ايه ما عليه، قال ايه بكره حنعفن نحن ونصدي لحنا. بزوجها اذا كان شيء منيح وهيك، لا ليش لا. 16 سنه بنتي، كل البنات هيك كمان، خاصه بالوضع هلا تبع الشام، كل واحد لا عنده بنت لا يجوزها احسن. تخافي انا الوضع مو ظابط بالمره، ما عاد عرفنا شو صح وشو غلط، مين ظالم ومين مظلوم.